الرحمن تلميذة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي. إذا كنتي تلميذ بالسنة الثانية بكالوريا اكزاكتومون بحالي أنا، فهذا الفيديو ديالك. البكالوريا على الأبواب، هذاك الامتحان اللي هذه 12 سنة وانت كتوجد ليه، هذاك الامتحان اللي كتعتبره واحد من أهم النقط المفصلية في مسيرتك الدراسية، هذاك الامتحان اللي بزاف ديال الناس تجمعوا وكيحاولوا بكل ما في طاقتهم باش يامنوا لك احسن الظروف لاجتيازه وانت مرتاح. هذاك الامتحان راه قرب، والحاجه العاديه هي انك تكون متوتر. دابا القضيه اللي كتبين جوج ديال الحوايج، اولا انك انت انسان مهتم، ثانيا انك كتحاول. وهنا النصيحه الوحيده اللي ممكن لي نعطيها لك هي انه عرف مزيان كيفاش تحكم في التوتر ديالك، او لا ممكن يرجع عليك بطريقه عكسيه الحاجه اللي حنا ما محتاجينش ليها دابا. وبيان سيغ الحاجه المشتركه ما بين كل الناس اللي يقدروا ينجحوا في حياتهم هو كونهم الناس كيقدروا الوقت وكيعرفوا كيفاش يستغلوه. اكيد انك انت الادرى بالاوقات اللي كتناسبك للمراجعه، ولكن اون فوا تكون في المراجعه فتركيزك خاصو يكون في اعلى المستويات ديالو باش تكون هذه المراجعه عندها مردود فعال. ويلا سولتيني باش نعرف راسي مركز ولا اشنو المعنى ديال نركز، غنقول لك راه ساهله. بحال الا شديتي التليفون ديالك ودرتي ليه الفوكس باش تصور شي حاجه، تليفونك غير ركز بشكل مباشر في ديك الحاجه اللي بغيتي تصورها، واي حاجه محيطه بها غادي تبان ولكن بشكل مضبب. راه نفس الحاجه بالضبط كتوقع الا كنتي مركز في المراجعه ديالك، فاي حاجه اخرى في حياتك غتبان لك بشكل مضبب او لما غتبانش لك اصلا. الورك سبيس او البلاصه اللي كتراجع فيها راها مهمه، حاول تختارها كالم وبعيده على الناس ما امكن، وشحال ما كانت فيها شي حاجه كتشجعك شحال ما غتلقى الموتيفاسيون كتر باش تكمل المراجعه ديالك. وحده من اهم الحوايج، حدد الاولويات ديالك. بصح 60 حتى 70% من الوقت ديالنا كيمشي لموادنا الرئيسيه اللي كتعتمد عليهم الشعبه ديالنا، ولكن ايجاد التوازن راه حاجه مهمه ومهمه بزاف. داكشي علاش حاول تحاول تعطي المواد الثانويه وقت مهم في المراجعه ديالك، حيت ممكن هي اللي دير الفرق من بعد. نصيحه اخرى، ما عمرك تبع الكم وتخلي الكيف. 5 سوايع يوميا وانت مركز مكونسونطري خدام ديال بصح احسن من ديك 8 ديال السوايع اللي غدوزها كلها مخربقه. والسؤال البديهي اللي ممكن يجيك، شكون غيخربقها ليا؟ اللابتوب، التلفازه والتليفون. شحال ما كانوا هاد الحوايج بعاد عليك، شحال ما كانت المراجعه ديالك فعاله اكثر. البكالوريا هو مشوار 12 سنه ديال العزيمه، 12 سنه ديال الخدمه، 12 سنه ديال الاحلام. ما تخلي حتى شي حاجه كيما بغات تكون تحرمك من الفرصه اللي تقاتلتي عليها حياتك كامله، اللي تقاتلتي عليها ديال بصح. نتوما عارفين شحال من واحد ندم بزاف حيت ما استغلش هاد الفرصه مزيان. نتوما عارفين باللي نهار غتشدوا الباك والديكم غادي يكونوا فرحانين ليكم، الاساتذه ديالكم غادي يكونوا فرحانين ليكم، ما تحرموهمش من هاد الفرحه. الا كنتي معطل راه باقي الحال، راه فريمون باقي الحال. الا كنتي جاد في خدمتك راه المده اللي باقيه كافياك، غير ما تستسلمش، وان شاء الله ننجحوا كاملين باذن الله ونجيبوا معدلات زوينين اللي تفتخر بهم الجهه ديالنا اللي ديما كانوا تلامذها هما النموذج وكانوا تلامذها نعمه القدوه. راك حتى انت نموذج، غير تيق في راسك توكل على الله وخدم.